هلا والله، اهلا بكم في لعبة ديسكريبشن. المقطع اليوم ما راح يكون جيم بلاي ولا شيء، راح نتكلم عن لعبة ديسكريبشن. لعبة ديسكريبشن كان فيها الغاز وفيها اكواد وشفرات ما حد قدر يفكها الا الفانز حقين ديسكريبشن نفسهم. طبعا بعد ما شفت كل الحلول اللي حلوها انا قلت وات ذا شيت، كيف قدروا يحلوا شيء زي كذا؟ يا واد اقسم بالله يا انه شيء صعب. انا متاكد انت ما تدار عن شيء، الان حوريك شيء جديد. لعبة ديسكريبشن جديده، شيء اسطوري والله. ما ادري كيف مرت علي ومرت على الناس وكيف فهموها اصلا. عشان ما اطول عليكم المقطع راح ادخل في الموضوع بسرعه، لكن قبل ما ندخل المقطع اذا ما كنت مشترك اشترك في القناه، دعمك راح يهمني، واذا كنت مشترك فعل جرس التنبيهات، واذا عجبك المقطع حط لايك واكتب في الكومنت ايش رايك في هذه النظريات، مو نظريات، هذه الحلول، هذه اللي صار في اللعبه. اوكي، المقطع هذا راح يكون فيه حرق للعبه، فاذا انت ما لعبت اللعبه او ما تبغى اللعبه تنحرق لك، تبغى تشوف قصتها، انا طبعا لعبتها قبل كذا وختمتها وكانت التختيمه صراحه اسطوريه، واللعبه مترجمه بالكامل في قناتي، وحاب تشوفها من البدايه عشان تفهم القصه وتمشي في القصه حبه حبه، وبعدين ترجع المقطع ذا، او انه خلاص انت اي دونت كير تبغى تشوف الغاز، لان هي حتكون ممتعه الصراحه، شيء صعب راح تقول كيف كذا. ف يب، والآن خلونا نبدأ. Okay, time to figure out what's on this thing. طيب كلنا نعرف انه لوك بدأ اللعبة ودخل سكريبشن، واحنا قاعد نختم اللعبة بمنظور لوك ايش قاعد يصير معه. طيب قبل هذا كله لوك كيف لقى اللعبة؟ لوك راح الغابة وحفر، كان عنده احداثيات تحت كتب له هي في باك اللي هو عنده تفجير باكيجات، وراح للمكان في الغابة في بنفس الاحداثيات وحفر المكان ولقى لعبة ديسكريبشن في فلوبي ديسك. اوكي، وفي كيسي مود احنا عرفنا انه كيسي هي اللي دفنته في المكان هذا، فكيسي دفنته في الغابة ولوك راح اخذ اللعبة. هذه بدايتنا في لعبة ديسكريبشن، بس حبينا نقولها عشان اذا كنت ناسي التختيمة وناسي القصة فهذه هي بداية لازم تعرفها. طيب كيف عرفوا الفانز انه في الغاز في اللعبة ولازم نفك شفرات ونحل الشفرات عشان نكتشف القصة اكثر او ايش تخبرين اللعبة هذه؟ طبعا في حقين الجيك حقين الكمبيوتر اللي قاعدين مقطعين ام الكمبيوتر، انا اسطورة في البي سي، انا حق البي سي، لما تجي تشغل اللعبة في نيو جيم مو يجيك زي الكوماند فايل كانه بيحمل شيء عشان يخش الجيم، يب، لما تضغط كنترول سي في المكان هذاك راح يوقف التحميل وما راح يحمل، فا اوكي وقفنا اللعبه ما راح تحمل، فالان انا في الكوماند لاين جوه اللعبه، فكاني قاعد اتحكم في الويندوز حقي بس لا انا قاعد اتحكم في اللعبه، فعلى طول الفانز او انه اللي جرب اول واحد او اي احد هناك جرب سوى الحركه دي تكتب هيلب راح يجيب لك كل شيء تكتبه، او انك انت اسطوري تقدر تكتب اللي تبغاه، فلما تخش تشوف تكتب هيلب يجيك ايش الاماكن اللي تقدر تخشها، فتلاقي من بينهم اولد داتا. اوكي حيجيك فضول جامد اسطوري، اوف اولد داتا هذه اللي ليش يحذر جريمور يحذر لوك، ولوك مات بسببه، كيسي تعذبت بسبب الاولد داتا، والوود كريفر قاعد تحذرك انك تحذف المكان، واو اولد داتا شيء يخوف الصراحه. فيب على طول قلت ايش؟ خلينا نخش اولد داتا، فبتحط الكوماند انك تخش على الاولد داتا، تخش على ملف الاولد داتا راح تلاقي لوج تكست. لما تيجي تخش على اللوك تيست نشوف الكلام الموجود جوه الاول دات ايش الدات اللي موجود جوه الفايل هذا، تخش يطلب منك تحط سايفر، فيعني يحتاج منك تحط زي الكود او تحط كلمه السر عشان تخش على هذا الملف. لما تخش في كلمه سر، انا من فين جبت كلمه سر؟ اللعبه دي تبغى كلمه سر وانا ما ادر عن شيء. فالان بداوا يشغلوا كونان اللي بداخلهم، قالوا اوكي هنا في لغز لازم نفك اللغز هذا في اللعبه دي، وانا فرحان بكيسي مود والعب 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 ماني داري انه في اشياء اسطوريه زي كذا. فنخش الان على اول لغز عندنا وكيف عرفوه. اول لغز عندنا في اللعبه هذه واكتشفوه الفانز جاني وانا ما فهمته وجبته في المقطع حقي، قلت ايش هذا؟ قريته بس ما فهمته، اللي هي الورقه هذه مكتوب فيها مايكولوجيست 12 بيرهابس بلود ليتر بوكس. طيب اول شيء هذه الورقه مقسمه الى ثلاث اقسام، اول قسم مايكولوجيست 12، بعدين عندنا بيرهابس لحالها، بعدين استفهامين جنبها، وبعدين معانا بلود ليتر بوكس. طيب هذه هذا اللغز الاول في اللعبه اللي انت لازم
تفك الشفرة هذه. أول شيء مسخين يمسك مايكولوجيست 12. أنا ما كنت أعرف مين هو مايكولوجيست، بس طلع إنه مايكولوجيست هذا شخصية في لعبة ديسكريبشن اللي هي الدكتور اللي أبو راسين. أكيد الكل يعرفه، إذا أنت كنت ناسي اللي أنت تقابله في اللعبة في أول رن مثلا مع ليشي يجيك في مكان الفطر، تقدر تدمج كارتين زي بعض ويخليهم كارت واحد ويدمج الدمج مع الهيلث مع بعض. وبرضو تقابل في أكت 2 اللي هي المرحلة الثانية اللي هي تلعب باللعبة كده اللي هي زي البوكيمون بيكسليتد، تلعبه وتقابله على يمين. وبرضو تقابل في أكت 3. أكت 3 هو السر حق هذا الشيء. إيش لازم تسوي في اللغز الأول؟ أول شيء لازم تروح في أكت 2 مكان الفطر، راح يطلع لك على يمين بعد ما تفوز على بوس الأول أو أول بوس تفوز عليه، راح تلاقي المكان طلع كده فجأة. لما تروح عند المايكولوجيست راح يطلب منك كروت تدمجها. ما راح مديك تدمج أي كرت من راسك، لا، يبغاك تدمج هذه الكروت. لازم تلبي له كل الطلبات عشان يعطيك مفتاح أنا ما كنت أدري عنه. لما تجيبهم يكون عندك منهم دوبلكيت، عندك كرتين من كل واحد، تروح تدمجهم عند مايكولوجيست راح يعطيك مفتاح. بعد ما تاخذ مفتاح ذا راح تستفيد منه في اكت 3. اكت 3 اللي هو لما تلعب بعالم B03. لما تروح عالم B03 المفتاح هذا له مكان خاص وتباري فيه بوس خاص في المكان هذا. كيف تروح للمكان ذا؟ طبعا في البوتوبيا العالم البورد حق B03 اللي هو تقعد تمشي فوق يمين تحت، طبعا هو سهل انك تروح المكان السري. ليش سهل؟ لانه هو بنفس طبق الاصل حق العالم في اكت 2 اللي هو تروح فوق ليشي تحت غريمورا يسار على فوق B03 تحت ماجنيفيكوس، والماشروم اللي هو مايكولوجيست في مكانه راح يكون بين ليشي وغريمورا على يمين. فلما انت تروح تسوي ترافل لذاك المكان راح تأشر في المكان هذا في الطرف، راح تقدر تخش مكان سري. بعد ما تخش مكان سري راح تلاقي باب مقفل ما بدك تفكه الا بمفتاح. المفتاح هذا من فين جيبه؟ احنا جبناه في اكت 2 عند مايكولوجيست. تاخذ المفتاح ده وتخش المكان ده راح تلاقي بوس تباري. لما تباري البوس هذا على كلام الناس يقولون ان هذا اصعب بوس في اللعبه. لما تباري راح يجيك هذا كرت ضدك. الكرت هذا ما تشوف انه في شيء غريب؟ فكر معايا ايش شفت. ها، لقينا اسمه غريب، اسمه عباره عن ارقام. طيب لما تيجي تفكر في اللغز مايكولوجيست 12، كلمة 12 هذه ايش يقصدوه؟ انك تاخذ اول 12 رقم من ارقام هذه الكثيرة. فاحنا كده حلينا اول بارت من اللغز اللي هو هذه الارقام. فالان نرجع للبارت 2 حق هذا اللغز، برهابس استفهام استفهام. طيب هذه برهابس ما حد قدر يحلها، الناس طولت طولت ما حد قادر يحلها، كتب في كل مكان، راح ببحث، سوى في جوجل، سوى كل شيء، الناس ما قدرت تحلها. لكن بعد فترة ما في شيء صعب، كل شيء راح نحل، كلهم جيك دول الفانز حق انسكريبشن، وانا الان نفسي اكون منهم جيك، بس انا قاعد اتعلم منهم فقط، ماني جيك. ها طيب نكمل موضوعنا. اوكي برهابس كيف اكتشفوه؟ اللي اكتشف ده اللي هو مختم كل العاب هذا المطور. هذه الكلمة برهابس ما لها اي دخل ولا تيزر ولا اي شيء في لعبة اسكريبشن نفسها، ما هي لها وجود. لو تبحث لبكرة الى الان ما راح تستفيد شيء، لانه الكلمة هذه برهابس لها دخل في لعبة قبل الاسكريبشن اسمها بوني ايلاند. في شخصية في بوني ايلاند اسمها A Peeper Perhaps. فمن هذا المكان عرفوا انه هنا في اتصال بين هذه اللعبتين، لازم يحلوها. طيب كيف راح تفك الشفرة هذه؟ بعد ما عرفنا في احد اسمه Peeper Perhaps في بوني ايلاند، تعال شوف الكريدت حق اللعبة هذا متختمة. لما تختم اللعبة راح يجيك زي الاسامي، مين سوى اللعبة، مين كتب اللعبة، مين سوى ميوزك. اللي لعب بوني ايلاند عرف انه في احد اسمه بيبر. لما جاء عند الكريدت لقى بيبر، عرف انه اللغز تحت المكان ذا تحت بيبر. مين هو بيبر؟ واحد اسمه لويس نثاس. لويس نثاس ما له دخل في بوني ايلاند ولا سكريبشن، له دخل في لعبة ثالثة بنفس المطور اسمها ذا هاكس، بس مو اسمه لويس نثاس، اسمه لوناتاس. فلوناتاس يشبه لوناتاس، فهذا لوناتاس في لعبة ذا هاكس لما تخش في التختيمة او تلعب التختيمة راح تلاقيه هو CEO حق جيم فونا، يعني هو المدير الكبير حق شركة جيم فونا اللي هي اصلا البنت جات من طرفهم اللي قتلت لوك. فهذا يعني طلع هو المدبر، هو رئيس شركة جيم فونا، هو الوسخ. فلو اللي لعب اللعبتين دي يجيب اسم بيبر من هناك ويجيب اسم لو ناتاس اللي هو دويس ناتاس نفس الشيء، راح يكتشف اللغز انه مكتوب تحته. فيب نقدر نقول ان الالعاب الثلاثه دي كلها متصله في بعض.
جبنا لويس ناتاس وتحته في رابط. لما تيجي تاخذ الرابط هذا وتحطه في جوجل ما راح تشوف شيء. الفانز اخذوا الرابط قال اكيد الحل هنا بوم حطه في جوجل بوف ايرور ما في شيء. فقالوا ايش الحل يا خوي؟ ما بجيت اقول محمد بس انا ما سويت شيء للاسف. يقول لك ايش الحل؟ فلما تيجي تركز في نفس الرابط راح تلاقي كود. في الكود في استفهامين اوكي perhaps بعدين استفهامين وهنا في كود جنب استفهامين. فهنا هو اللغز. فتحذف كل شيء مكتوب في الرابط هذا وتاخذ هذا الكود اللي هو 8339344 استفهام استفهام. هذا الكود الثاني وهو الحل حق البات الثاني من كلمة perhaps استفهامين. كده احنا حلينا لغزين من اصل ثلاثة. بقينا الان ايش؟ blood letter box. البات الثالث راح نحاول نحله. طبعا ما حل شيء، انا راح اشوف الحل من الناس اللي حلوه، الاساطير اللي ما ادري كيف حلوهم ما شاء الله عليهم. اوكي نخش على البارت 3 الان. اوكي الجزء الثالث من هذا اللغز اللي هو بلود ليتر بوكس. طبعا كان جدا صعب في البدايه، ما حد قدر يحله اكثر من برهابس ممكن كان شويه سهل اللي واحد كشاف كريدت بالغلط او بيبر مدري او افتكرت مدري. اما هنا لا، اللغز هذا موجود في سكريبشن نفسه بس كان جدا صعب. كيف جابوه ما ادري، اكيد في غش. طيب نبدا باللغز هذا. اول ما تيجي تفكر فيه بلود ليتر بوكس تيجي تفكر فيه مين؟ وهو البون لورد. في اكت 1 لو بدأ مع ليشي راح تسوي سكرفايس، يعني فيها بلد في دم، راح تقتل وحش من عندك وراح تضحي بيه عشان هو يعطيك كرت البون عشان يجيك بون كل رام، او اذا ضحيت ببلاك جوت راح يجيك 8 بون اتوقع شيء زي كذا. فيب هذا يعني الناس فكرت قال له اللغز موجود عند هذا الشيء. طيب لا تقول له عرفه سهل، لا لسه الصعوبة ما جات، حتشوف اخر شيء الصعوبة. اوكي هذا هو دحين عرفه انه اللغز عنده. طيب طبعا في اكت 1 في البداية في ليشي ما له داعي بس تلعب فيه تسوي تضحيات عشان تفوز. في اكت 2 لما تلعب في اللعب البيكسليتد هنا له دور مهم جدا. طيب كيف تسوي لغزه؟ اول شيء انت راح تقابله في اكت 2 تروح عند البون لورد عند غريمور، راح تنزل في السرداب على مين في الدرج بعد ما تفوز على الجمجمة الطبري هذا تكسله، راح تنزل تحت حتلاقيه في البوكس هذا زي ما قلنا لكم قبل كذا، وراح يطلب منك ايتم اسمه The Ancient Opal. هذا الشيء راح تحتاج تروح تجيبه لازم وتروح تعطيه هو عشان تحل بداية اللغز. طيب كيف تجيب هذا الايتم؟ اوكي لازم تروح تجيب كرتين قطعتين كل واحدة لها كرت، راح تحطهم في الجيم بلاي وانت تلعب في المباراة ضد اي احد في اللعبة، تحط واحد يمين وواحد يسار راح يندمجوا مع بعض وراح يطلع لك الايتم، فراح تاخذ الايشنت اوبل. يبي اخذ الايتم. الان راح تروح تعطيه للبون لورد تحت عند غريمورا، راح تعطيه الايتم هذا. بعد ما تعطيه الايشنت اوبل راح ينفك لك مكان وتنزل تحت 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 في سرداب طويل كبير يخوف. لما تنزل حتلاقي شيء غريب، شكل مكان يقرف الصراحة، في جماجم وفي اشياء غريبة، فيب شيء يخوف. فلما تروح تلاقي البون لورد بنفسه، وبعد ما تقابل البون لورد وتتكلم معاه راح يعطيك معلومات عن الاولد داتا، وبرضه راح يعطيك كرت اسطوري زي ما انتم شايفين هذا زي الدودة شكلها غريب، وزي ما انت شايف كمان راح يعطيك مفتاح كبير تلقاه على يمينك، تروح تاخذ المفتاح هذا. هذا المفتاح راح تستعمله في الاكت 3 في عالم B03. فهذاك المكان راح تحتاج هذا المفتاح عشان تقدر تحل اللغز حق راح تكلمنا عنه هو بلود ليتر بوكس. فيب اخذنا الان المفتاح وتروح للاكت 3 اللي هو مكان B03 عالم B03. وبعد ما تاخذ الايتم وكل شيء وتاخذ المفتاح من عند البون لورد هتروح للاكت 3 زي ما قلنا لكم. فالاكت 3 لازم تروح تحت على يمين مكان غريمورا. فلما توصل المكان ذاك حتخش في المكان هذا تلاقي فيه تابوت على يمين تابوت على يسار فيها فلوس فلوس، وقدامك باب مقفل. طبعا في تختيم انا ما قدرت افك الباب ده، اقول كيف افكه كيف افكه، واروح وارجع له واروح ارجع له، طلع ما قدرت لانه شيء صراحه ما كان في بالي انه اروح اسوي اوفر للبون لورد هذا الشيء. فيب تروح تفك المكان هذا وراح تخش للبون لورد من جديد بس انه في العالم هذا. ولما تكلمه راح تقفل الشاشه فجاه ما تقدر تشوف شيء، وترجع ثاني وتلاقي لوك خايف. فا اوكي حلينا اللغز فعلا. اللغز محمد ايش هذا؟ بلود ليتر بوكس كذا انت غلقت اللغز؟ لا ما غلقنا اللغز، المفروض انك انت غلقت كذا الان خلاص كذا انت حلت اللغز، يعتبر لو انت ما تقدر تسوي حتمشي حتتحطم وتمشي. لكن الكود اللي انت تبغى تاخده
ما راح يطلع إلا إذا صغرت الشاشة. فجأة راح تشوف كود يطلع لك، الكود بوندلورد 666. طيب كده احنا حلينا بارت الثالث، فاحنا فكينا الشفرات الثلاثة هذه، فراح ناخد كل كود ونحطه في المكان المناسب له ونحطه في السي دي كوماند. زي لما تيجي تبدأ تسوي نيو جيم راح تشغل لعبة، اضغط كنترول سي وتحط الكتابة دي بالضبط، بوم فكينا الشفرة وراح يدخلك على شيء. حتلاقي رسالة مكتوبة من شخص اسمه سي، مهذا شخصي لسه الآن ما يدري عنه، ففي كلام بيكتبه وقاعد يتكلم، راح أتكلم عن هذه الرسالة وراح تيجي بعدين لكن مو الآن. فبرضو في شفرات جديدة زي ما تشوفين هنا، بحدد عليها هذه رموز جديدة. على طول الفانز لقطوها وعرفوا انه لسه اللغز ما انتهى، مو بس هذه الرسالة هتشوفها، في اشياء ثانية وبرضو فكوا اللغز هذا واللي بعده واللي بعده. فاحنا حنوقف هنا الان، فاذا ما كنت مشترك اشترك عشان لا تفوتك الغاز الجاي، لاني انا حكمل حلقات ان شاء الله قدام، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا، واذا عجبك المقطع اعطينا لايك ودمتم سالمين.